السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، سؤال يطرح نفسه وكثير من الناس بيسألوني فيه، هو الرؤية لو إن أنا قلتها لمفسر أو معبر وفسرها غلط تقع ولا لا؟ وهل لو وقعت هتقع على تفسير المعبر ولا هتقع على أنهي شاكلة أو أي طريقة؟ في البداية دي نقطة أنا دايما أركز عليها يا جماعة، أنا مش بحب الإنسان اللي يقعد ياخد الرؤية تبعه ويلف بيها على المفسرين، يكتبها هنا ويكتبها هنا ويسأل ده ويسأل ده ويسأل ده. الأصل إن أنت لو ليك مفسر وثقت فيه أو رأيت على الأقل إنه مفسر أو معبر جيد، ما تغيروش ما تغيروش، لأنك هتسمع كلام من شخص وهي نفس الرؤية، هتروح لشخص آخر هتلاقي كلام مختلف تماما. فأنت لو وثقت في مفسر أو معبر في قضية تفسير الرؤى ما تغيروش، خليك معاه على طول. فدي نقطة كنت حابب أأكد عليها. طيب، هل الرؤية بقى لو فسرت خطأ هل تقع؟ حابب برضو أذكر لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقص، كويس أني تذكرت المعلومة دي لأن ده الدليل، يعني نهى أن تقص الرؤية على أكثر من معبر. مين يا جماعة اللي بيقول الكلام ده؟ سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ادخل بقى على الإجابة، علشان احنا عايزين خاطر، علشان خاطر احنا عايزين نعرف الإجابة، عشان خاطرنا ايه الإجابة على السؤال ده. لو فسرت الرؤية خطأ من المعبر لا تقع، لا تقع على تفسيره الخطأ، وإنما الرؤية واقعة واقعة. يعني ده ممكن ياخدنا لنقطة تانية، هو أنا لو ما روحتش لمعبر علشان أفسر الرؤية هتقع ولا مش هتقع؟ هتقع، وهتقع بحقها. لكن خلونا في اللي احنا بنتكلم فيه، الرؤية لو فسرت خطأ من معبر لا تقع على حسب ما فسره المعبر في خطئه، ولكن تقع الرؤية على مراد الله تبارك وتعالى لا على حسب تفسير المعبر الخطأ. دي معلومة حابب إني كنت أنبه عليها. تظلونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.